بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي محاضرات مقرر الفندقة العلاجية، وإحنا كنا قبل الأجازة أو قبل الحظر اللي إحنا فيه دوت، ربنا يزيل الغمة إن شاء الله. كنا اتكلمنا على السياحة الفندقية، إيه مفهومها، إيه أهميتها، وإيه أنواعها وأقسامها. اتكلمنا على الأهمية الاقتصادية للسياحة العلاجية، وقلنا متطلبات الفندق العلاجية هي ايه، وقلنا برضو من أشهر الوجهات اللي ممكن تكون موجودة في العالم، واتكلمنا عن مميزات ومساوئ السياحة العلاجية. كل دي في المحاضرة الأولى. وبعدين بدأنا نتكلم على أنماط الفندقة، طبعا الوظائف النوعية، وكل ده طبعا موجود عندكم في المذكرة بتاعة هذه، نفس المذكرة ديت موجودة عندكم على الابليكيشن في المحاضرات. واتكلمنا على بالنسبة لي يعني خدنا نبذة تاريخية برضو عن ازاي بدأت الفندقة العلاجية وايه مفهومها. وبعدين بدأنا نتكلم على السياحة العلاجية، ناخدها كأهمية كاملة، وإيه العوامل اللي تخلي المنطقة ديت اللي احنا بنخطط فيها المنتجع العلاجي، إيه هي العوامل اللي هي بتساعدنا، زي تحديد الموقع وزي الخدمات المقدمة وزي البيئة الموجودة. واتكلمنا على هذه المحاور. وبعدين كنا المفروض النهاردة هنتكلم على أهم الواجهات السياحية، اتكلمنا برضو عنها في المحاضرة الثالثة في الكلية، وقلنا إن في عندنا طبعا في الهند، البرازيل، ماليزيا، تايلاند، تركيا، المكسيك وجهات أخرى. واتكلمنا بدأنا نتكلم في السياحة بالنسبة لمصر، وقلنا إن احنا عندنا نوعين من السياحة في مصر، اللي هي السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية. واحنا طبيعي كنا بنتكلم ايه معنى كلمة سياحة علاجية وايه معنى كلمة سياحة استشفائية. وبرضو قبل ما ابدا ندخل في شرح الجديد، ان دلوقتي الامتحانات طبعا الظروف اللي احنا بنمر بيها، فهتبقى عباره عن اسئله مش مقاليه، يعني صح وخطا، يعني اختيار من متعدد، فلازم نكون بنذاكر بهذه الطريقه، يعني مش بنحفظ قد ما ان احنا بنركز، لان ممكن سطر واحد يجينا فيه صح او خطا، سطر واحد يجينا فيه اختيارات، وربنا يعيننا جميعا، وإن شاء الله يتوفر المناخ المناسب إن احنا نمتحن بظروف طبيعية، نتمنى ذلك يعني. فاحنا كنا بنتكلم، قلنا إن مصر طبعا فيها مدن كتيرة جدا، وطبعا كلنا عارفين البحر الأحمر، سفاجة، الغردقة، أماكن كتيرة جدا فيها مميزات، بحيث إنها تتمتع بكل المقومات المتكاملة اللازمة للسياحة الاستشفائية، اللي احنا كنا قبل كده برضو قلنا هي عناصرها، اللي هي مثلا توفر المياه المعدنية والكبريتية، ان في جو ساعات جو خالي من الرطوبة المرتفعة، ان ما بتحتوي التربة من رمال وطمي وصالح لعلاج الاستشفاء، وطبعا تعدد شواطئها ومياهها، يعني عندها البحر الأحمر، عندها البحر الأبيض، عندها أماكن كتيرة جدا متميزة بخواص طبيعية مميزة. طبعا بتنتشر في مصر العيون الكبريتية والمعدنية اللي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد، وهي مش مياه عادية، مياه فيها عناصر كيميائية بتساعد على الاستشفاء، والذي طبعا بيفوق في تركيبه أشهر العيون الكبريتية والمعدنية في العالم. ودي طبعا أمور مش احنا مش بنبالغ فيها، لكن طبعا السياح لما بيجوا هم نفسهم اللي بيقرروا هذا الكلام. وهو طبعا الفكرة كلها ان السائح لما بيجي السائح العلاجي، اللي هو مش جاي بس للنزهة، ده هو جاي للعلاج او الاستشفاء، هو الحاجة دي مش متوفرة عنده في بلده، فهو بيحاول يجي في مكان يكون فيه هذه العناصر متوفرة. طبعا كمان في عندنا الطمي الكبريتي في برك هذه العيون، لها طبعا خصائص علاجية وتساعد على الشفاء من امراض العظام زي الروماتويد والتهاب المفاصل، امراض الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الامراض الجلديه زي الصدفيه والبهاق والحاجات دي كلها، معروفه ان هي في اماكن كتيره ان احنا هنتكلم فيها فيما بعد. كما ثبت ايضا ان جدول استشفاء لمرض
لمرضى الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال الساخنة. وطبعا كنا احنا في المحاضرات حاطين صور وحاطين فيديوهات بتبين لنا كده. وطبعا مطلوب منكم ان انتوا لو عاوزين تشوفوا حاجة زي ديت ادخلوا بس كده اكتبوا مثلا الدفن في الرمال في جمهورية مصر العربية، هيطلع لكم فيديوهات كتيرة جدا تقدروا تفهموا ايه اللي بيحصل بالظبط من في هذه العملية. طبعا الابحاث برضو اكدت ان مياه البحر الاحمر على وجه الخصوص غنيه جدا بمحتواها الكيميائي، بتساعد على الاستشفاء من مرض الصدفيه وبعض الامراض الجلديه الاخرى. وعرفت طبعا على مر الزمان الاهميه الطبيه والعلاجيه للعديد من المواقع في ارجاء مصر. وطبعا الدوله قامت وساهمت واولت اهتمامها انها تقوم على هذه الرعايات. وطبعا كلكم انتوا في الرابعه دلوقتي، وفي ناس في زمايل لكم عاملين المشروع بتاعهم في منتجع علاجي او منتجع سياحي او يعني بما يخص الفندقه العلاجيه. وزي ما احنا اتكلمنا هو المنتجع بيكون زي اي منتجع، بس الاضافه اللي فيه ان لازم يكون في جانب طبي وجانب تغذوي سليم، فعشان دولت مرضى من نوعيه خاصه. طبعا لما يكون في بلد اي بلد فيها هذه المقومات طبعا لازم بتجلب السائحين وبتزيد الموارد بتاعت الدوله من العمله الصعبه. مصر يعني خدت موقع هام جدا متميز بالنسبه في الخريطه العالميه بتاعت السياحه العلاجيه، واصبحت مقصده للراغبين في الاستشفاء في جميع انحاء العالم. لما بيتوافد السائحون هنا بيستمتعوا طبعا بالمناحق الصحي والعلاج الطبي الطبيعي تحت، طبعا لازم يكون في اطباء متخصصين في جميع الفروع الطبيه والمستشفيات الحديثه اللي بيجب ان يتوفر بها احدث الاجهزه العالميه. وكمان يكون في اخصائيين في التمرين والعلاج الطبيعي على اعلى مستوى من الكفاءه، وذلك بالطبع الى جانب تقديم برامج سياحيه. ما هو مش المفروض السائح هيجي، وخاصه السائح اللي هو جاي استشفاء اللي هو كان عنده مرض وجاي يستشفى من هذا المرض، يعني كانها في مرحله النقاهه. كمان عاوز برامج سياحيه متنوعه، عاوز يزور، عاوز يشوف الاماكن الموجوده المختلفه في مصر، لازم هيكون ليه برنامج معين. في مصر طبعا من مئات يعني من مئات السنين تتوفر فيها العيون والآبار الطبيعية اللي هي ذات المياه المعدنية والكبريتية. طبعا الآبار ديت والعيون دي بتتباين بالعمق والسعة ودرجة الحرارة في من 30 ل 73 درجة حرارية على حسب الاحتياجات اللي هم مطلوبة لهم. طبعا أثبتت التحاليل المعملية احتواء كتير جدا من هذه الينابيع على أعلى نسب من الكبريت. طبعا انتوا عارفين الكبريت دوت عنصر هام جدا بيستخدم في العلاج، في علاج الامراض الجلديه خاصه، مقارنه بالابار المنتشره في شتى انواع العالم. طبعا ما بييجوا يعملوا ابحاث بيشوفوا بياخدوا عينات من الابار الموجوده في كل منطقه، فطبعا بيبقى في نسب. وطبعا دي نقدر برضو ان احنا ندخل ونشوف النسب دي متوفره ولا لا، واحنا واخدين رقم كام في هذه في احتواء الينابيع الطبيعيه على المواد الكيميائيه او المواد المعدنيه. بتحتوي هذه المواد الطبيعيه على املاح معدنيه وبعض المعادن ذات الاهميه العلاجيه، زي قلنا كنا قبل كده قلنا الكبريت، كمان في عندي كربونات الصوديوم طبعا، وفي كمان عندي نسبه متفاوته من المغنيسيوم من الحديد، بالنسبه كمان لنسبه الملوحه في هذه المواد المعدنيه. طبعا كل دواء بيستخدم في الاغراض الاستشفائيه، كل عنصر لاستشفاء في مرض معين طبعا. بس مش بس المياه بتاعت مصر، لا حتى الرمال بتاعت مصر اقل يعني ثرية جدا، يعني مش اقل ثراء من المياه بتاعتها. اظهرت الدراسات احتواء الكثبان الرمليه بالصحراء المصريه على نسب مامونه وعظيمه وعظيمه طبعا فائده من عناصر مشعه غير الضاره. ما انا ممكن تكون عناصر مشعه بس تكون ضاره، ولكن العناصر المشعه اللي موجوده عندنا في اراضينا او في تربتنا كمان عناصر غير ضاره. طبعا كمان الحاجه التانية لما لقوا ان بيعملوا تمر للجسم، يعني بيعملوا العلاج بانه يتمروا اللي هو دفن الجسم يعني، او الموضع المتالم كان الرجل ان كان الكتاف ان الظهر اي مكان من دوت في الرمال لفترات طبعا مدروسه، لان احنا اتفقنا من الاول ان لازم يكون في اخصائيين واطباء متميزين وبتوع علاج طبيعي عشان هم اللي يقوموا بهذه الايه الاشياء. الى نتائج غير مسبوقه في عده امراض روماتيزميه زي رومات الروماتيد. طبعا انتوا عارفين رومات الروماتيد دوت ملوش اصلا علاج طبي، يعني كلها عباره عن مسكنات. كمان الالام الناجمه عن امراض العمود الفقري،
واي وغير طبعا من اسباب الالم الحاد والمزمن مما يحار في مدواته الطب الحديث. سبحان الله، يبقى لهم برنامج معين يقعدوا فيه يوم اتنين اسبوع على حسب المدة المحددة لهم، ودي بتكون حاجة كويسة. ومن اهم طبعا تلك المدن والمناطق في مصر ذات الاهمية في السياحة العلاجية الاستشفائية، يعني زي ما احنا كاتبينهم كده على بعض: حلوان، الواحات البحرية، سيوة، الخارجة، الداخلة، الفرافرة، أسوان، الغردقة، السفاجة، سينا، حتى اسكندرية. الملاحات احنا كنا بنتكلم فيها في المحاضرة، الملاحات بتاعت اللي موجودة قريب من كينج ماريوت، طبعا دي ملاحات لو استخدمت بطريقة كويسة طبعا هتبقى ممتازة جدا. في أول منطقة طبعا اللي هي حلوان. حلوان دي في الأول كانت يعني طبعا قبل الزحمة وقبل كده كانت تعتبر منطقة فعلا فعلا استشفائية علاجية من الطراز الأول. بتقع فين حلوان دي؟ تقع في بعد 30 كيلو من قلب القاهرة. تتميز أول حاجة بجوها الجاف، نسبة الرطوبة فيها لا تتجاوز 58%. الحاجة التانية برضو اللي بتميز بيها، ناخد بالنا عشان الصح والخطأ والحاجات دي، ممكن ناخد حاجة من حلوان نحطها لبلد تانية وناخد حاجة من هنا، فلازم لما تيجي تقرأ تاخد يعني ناخد بالنا ان احنا نركز في هذه الارقام وهذه المميزات. الحاجة التانية انها كمان فيها عدة عيون طبيعية معدنية وكبريتية، طبعا لا مثيل لها في العالم من حيث درجة النقاء والفايدة العلاجية. بيرجع تاريخ العلاج بمياه حلوان الى عهد الخديوي اسماعيل. بعد كده تم تجديد الحمامات سنة 1955، تم تأسيس مركز اسمه مركز حلوان الكبريتي للروماتيزم والطب الطبيعي، والمشهور باسم الكبرتاج، وده طبعا موجود لغاية دلوقتي، وكان على طراز إسلامي عربي أنيق، بيحتوي على حجرات للعلاج بالمياه الكبريتية واستراحات وشاليهات لإقامة المرضى، وجميعها محاطة بجداول بحدائق جميلة جدا، لأن طبعا احنا يهمنا كمان الشكل والبيئة والمناخ اللي موجود في هذا المكان. يمكن طبعا علاج العديد من الامراض بمركز حلوان: التهاب المفاصل، الروماتويد، التهاب الاعصاب، الالام الناتجه عنه، وهن الاطراف، تيبس المفاصل، الامراض العصبيه والنفسيه، النقرس المزمن اللي هو بنسميه داء الملوك، امراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الانفيه المزمن، التهاب الشعب الهوائيه، الربو الشعبي المزمن، كمان الامراض الجلديه زي الجرب، الاكزيما، حب الشباب، الصدفيه، كل ده نقدر ان بيتعالج في مركز حلوان الكبريتي للروماتيزم والطب الطبيعي اللي هو بنسميه الكبرتاج. ولكن للاسف الشديد طبعا فان مدينه حلوان تتعرض منذ عقود طبعا لدرجات عاليه من التلوث وانشاء مصانع. هي دي بقى المشكله، ان احنا لما نيجي نعمل يعني اي تنميه في ما بياخدوش بالهم من العوامل اللي هتاثر على الاماكن اللي اصلا موجوده، وايه هل المكان دوت ينفع يكون فيه زي مثلا بنعمل اسمنت حلوان، مصانع اسمنت ترى. طبعا كلنا متخيلين كم الانبعاثات الملوثه بشكل طبعا عشوائي غير مدروس، فطبعا بيحصل فيها المشكله ديت. مثلا القوميه الاسمنت، كل ده في حلوان، مصانع الحديد والصلب، مصنع حلوان للاسمده. اصبحت المدينه بعد ما كانت يعني ما يعني من انقى الاجواء، اصبحت للاسف بؤره من بؤر التلوث. كانت النتيجه الحتميه لذلك احجام الناس عن الذهاب للتداوي هناك. ولذلك ليه بقى ليه ليه مرضو يعني الناس طبعا عاوزه مكان نظيف، عاوزه مكان استشفائي. فكان من اول شروط من كده اللي هو اماكن النقاء البيئي. طبعا تحول المركز الكبريتي دوت اللي احنا بنتكلم عنه الى اطلال خربه رغم قيمته العاليه وامكانياته الفريده بكل اسف. وحتى يمكن علاج هذا التلوث البيئي الاستفاده الفعليه من حلوان في مجال الاستشفاء العلاجي، والاهم الحفاظ على صحه المواطنين في حلوان. طبعا انا المفروض كنت اجيب حاجه يعني حاجات حديثه من ان احنا نشوف هل حلوان يعني في خطه معينه، في مشروع معين بيحصل بحيث ان احنا نستعيد لحلوان بريقها ورونقها. المفروض ان كان طبعا دي كانت هتبقى واجبات عليكم وانشطه بحيث ان انتوا تجمعوا زي الاشياء وتكلموني فيها. فطبعا المفروض طبعا الدوله تسارع ان هي تعمل تعديل اجهزه التحكم في الفلاتر، لان ممكن اعمل مصنع بس الفلتر يكون الفلاتر مظبوطه، فمش هيحصل نوع من انواع التلوث الموجود.
لان طبعا معظم المصانع طبعا ما بتطبقش معايير السلامة ومعايير الصحة بطريقة كويسة. كمان الحاجة التانية ان احنا نحد من الحد من يعني نعدل الحد الاقصى للانبعاثات من كل هذه المصانع، عشان في طبعا انتوا عارفين في الاتحاد الاوروبي بيعملوا نسبة معينة مسموح بيها دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية لنقل بعض هذه المصانع على مراحل مناطق أخرى ملائمة. يعني عندنا مصر واسعة بسم الله ما شاء الله وكبيرة، فكان ممكن تتحط في أماكن بعيدة، مش نيجي في مكان كان كويس ويتلوث بهذه الطريقة. الحاجة التانية اللي موجودة برضو في مصر اللي هي الواحات البحرية، طبعا كلنا بنسمع عنها. طبعا دي بتقع حوالي بعد 365 كيلو من مدينة الجيزة، تحتوي المنطقة على مقومات للسياحة التاريخية والأثرية والسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي. من أهم المعالم الأثرية الموجودة في الباحات البحرية مقابر الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين، جبانة الطيور المقدسة، بقايا طبعا، لأن لما يكون عندي مكان جاي فيه السائح بغرض الاستشفاء، السائح برضو يهمه أوي يعرف المعالم دي، فأنا لازم يكون عندي المكان ده فيه حاجات يقدر يروح يزورها. فاللوحات البحرية تتميز بهذه الأشياء، بقايا قوس النصر الروماني، أطلال معبد إيزيس، كما تحتوي على مقبرة وادي الموميات الذهبية، وطبعا بتدي ضوء على الفترة البالغة الأهمية في تاريخ مصر في بداية العصر الروماني، طبعا لما اكتشفوا الموميات الذهبية. وطبعا احنا عشان فندقة يعني أكيد انتوا خدتوها في سنة أولى الحاجات ديت، ولكن قسم الإرشاد وقسم تقريبا السياحة ممكن يكونوا أكتر تخصص مننا. من مقومات الاستشفاء البيئي يوجد بالواحات البحرية حوالي 400 عين للمياه المعدنية، وده اللي يهمنا برضو في المكان الاستشفائي طبعا، وكبريتية الدفاء والباردة، والتي أثبتت البحوث التي أجرتها الجامعات المصرية والمراكز القومية للبحوث والمراكز العلمية الأجنبية قيمتها العلاجية برضو لمرض الروماتيزم والروماتويد والأمراض الجلدية، مما يؤهلها لأنها تكون من أهم المنتجعات الموجودة حوالين العالم، وكمان أنها بتتميز بالمناخ الجاف المعتدل والشمس الساطعة طوال اليوم. لو خدنا بالنا مقاومة الاستشفاء هي واحدة في كل الأماكن، يعني زي ما موجودة كانت في حلوان هي موجودة في الواحات البحرية، اللي هو مفيش رطوبة، الجو المعتدل، اللي هو المياه الكبريتية، التربة، الحاجات اللي تقدر إن هي تعالج هذه الأمور. لكن لما بيكون المكان بيحصل له تدهور طبعا بتأثر على السياحة. توجد أيضا العديد من المزارات السياحية الأخرى في الواحات البحرية، مثل الصحراء السوداء، الصحراء البيضاء، في جبل اسمه كريستال، وغيرها من المعالم المبهرة. وتوجد هناك العديد من الفنادق الجيدة ذات المستويات المختلفة من حيث الفخامة والأسعار، بتتناسب في كافة المستويات. والواحات البحرية معروفة طبعا لدى سائحين أوروبا، بيقصدونها للاستشفاء، وخاصة في منطقة عيون بئر حلفة، اللي طبعا المياه بتاعتها في بئر حلفة ديت مياهها حوالي 45 درجة مئوية، منطقة عيون القصعة من 30 ل 40 درجة مئوية، ناخد بالنا من أسلوب الأسئلة، مناطق الآبار الرومانية التاريخية، بئر البشمو الشهيرة واللي بيستمد ماءها من مصدرين رئيسيين احدهما بارد والاخر سخن، بينتهي الاثنين عند مجرى صخري عميق. وطبعا كنا نتمنى ان تكون المحاضرة ديت على الداتا شو في المعهد، ولكن إن شاء الله ربنا يحل الهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.